السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم تطبيق جديد لمشاهدة القنوات المشفرة على نظام الأندرويد. وما يميز تطبيق اليوم أنه تطبيق بدون تقطعات، وكذلك هناك عدة قنوات تختارها حسب جودة الاتصال التي تمتلكها. التطبيق اسمه جينيوس ستريم. التطبيق يحتاج برنامج ام اكس بلاير لقراءة القنوات. اذا رابط تحميل التطبيق وكذلك رابط تحميل برنامج ام اكس بلاير تجدونه في الوصف اسفل هذا الفيديو. والان نمر الى التطبيق وشرح القنوات التي يحتوي عليها. اذا هذا هو التطبيق. التطبيق كما قلنا اسمه جينيوس ستريم. نضغط على التطبيق لنفتحه. إذا كما تشاهدون التطبيق يحتوي على قنوات أمريكية وكندية من هنا، قنوات جزائرية، مغربية، تونسية، قنوات الأوسان فرنسية عربية، قنوات إخبارية، وهنا قنوات لايف ماتش. هنا تشاهدون اللقاءات مباشرة. مثلا نحن نختار قنوات فرنسية. نجرب مثلا. كما تشاهدون هذه هي القنوات التي يتوفر عليها، منها باقة سيني بلوس وباقة أو سي إس. نجرب نحن مثلا قناة ار تي ان الفرنسية. نضغط على شير القناة ثم نضغط على بلاي. وكما تشاهدون القناة تشتغل، جودة الصورة ممتازة. وبالنسبة للتقاطعات يمكنكم تجربته بأنفسكم لكي تحكموا عليه. نغير القناة. مثلا نختار قناة من قنوات باقة سيني بلس. نختار مثلا قناة سيني بلس بخمي. نضغط على القناة ومن ثم نضغط على بلاي. إذا كما تشاهدون القناة تشتغل أيضا وجودة الصورة ممتازة. جودة تسمح لك بمشاهدة بدون بصورة واضحة جدا. الآن مثلا نغير ونختار قناة من قنوات باقة بين سبورتس. نضغط على بين سبورتس. وكما تشاهدون يتوفر على عدة قنوات لباقة بين سبورتس، حتى بين سبورتس الفرنسية توفر عليها هنا، ومن هنا واحد واثنين وثلاثة. وكما تشاهدون هناك قنوات بين سبورتس حسب جودة الاتصال تتصل بها، يعني 240 بكسل، ومن هنا 23 بكسل، ومن هنا 84 بكسل. جرب القنوات كل حسب جودة الاتصال وإن شاء الله ستشتغل معك القنوات بدون تقطعات. نضغط مثلا، أنا أختار بي إن سبورتس 3 ثم نضغط على بلاي. كما تشاهدون القناة تشتغل أيضا. نغير مثلا الآن قناة بي إن سبورتس 6. نضغط على القناة ونضغط على بلاي. إذا هذه هي آخر قناة سنجربها اليوم، والقناة تشتغل أيضا. إذا في الأخير كان هذا هو تطبيق اليوم. تطبيق جميل كما قلنا. رابط تحميل التطبيق تجدون أسفل الفيديو. كذلك التطبيق يحتاج تطبيق ام اكس بلاير لقراءة القنوات. رابط تحميل تطبيق ام اكس بلاير تجدون أسفل الفيديو. إذا لا تنسوا في الأخير الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بقناتنا ومشاهدة فيديوهاتنا السابقة. أنزلنا عدد فيديوهات في الفترة الفارطة. وفي الأخير لا تنسوا الانضمام على صفحتي على الفيسبوك fb.com/playsideboardteam. إذا كان هذا هو تطبيق اليوم. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.